Donc, salam alaykoum. Par rapport à la consommation, tu as le programme détox qui va chez l'insan et consommer. Aoul haja ou je vous fais, je vous les produits tawana li kaynin kamel. On a deux pulpes. On a un complément alimentaire li houa li. On a un autre complément alimentaire li houa terme ou les ultralight, bien sûr. Donc, aoul haja, nous allons le coton papier, c'est le côté et le walaké. Aoul haja, nous allons faire les mesures tawana. Ou nous allons mettre ruban, ruban مقياس اللي نقيسو به لي رونج لي كويس لي موليل و بوا توتال من اول يوم حتى لتاسع يوم بيان سور. نروحو نقراو هنا اليوم الاول والثاني بتي ديجوني اللي هو فطور صباح وحده ليل اللي هي وحده من هادية جلول ليل موراها بنص ساعة نبداو في لا كونسوماسيون تاع لو جو دالوزيغا تاع لو جيل دالوزيغا اللي هو هذا نكونسوميو من 21 نكونسوميو 120 مليليتر تاع لو جو دالوزيغا الا ما حملناش لو غو تاعو باسكو لو غو تاعو ان بو امير يعني شويه مر الا ما حملناش لو غو تاعو نقدروا نزيدوه في 200 مليلتر تاع تاع الماء موراها جوست واش نشربو نشربو الكومبليمون لاليمونتير دوزيام اللي هو التير موراها هنا باش يقولك مينيموم 30 مينوت تاع ليزيكزيرسيس يعني تاع سبور لا مارش غابيد ولا سبور الانسان يديرو مي دو بريفيرونس هاد لي 30 مينوت نخليهم فان جورني دوك نهضروا عليهم كولاسيون يقولك تشرب على الاقل 250 مليلتر تاع الماء الكولاسيون اللي هي ما بين الوجبتين اللي هي اللمجه نروحوا هنا الفطور نزيدو وحده ليل موراها بنص ساعه نزيدو لو جو دو تاعنا موراها جوست نبداو بلي زيت خلاص ديالنا اللي هما هادو داخل كاين مكيال اللي هو نكيلو به ونديروه في لو تيكات تاعنا هاد لي زيت خلاص ميلونجيوهم في 240 مليلتر تاع الماء موراها جوست نشربو التيرم تاعنا اللي هو هذا موراها لو ديني نزيدو نديرو لا ميم شوز نشربو دو كابسول ماشي وحده نشربو دو كابسول من الليل موراها بنص ساعه نبداو ب 120 ملل تاع لو جو دالوفيغا في لو سوار كامل يعني في المساء كامل نبداو نشربو 120 ملل تاع لالوفيغا بالنسبه لليوم الاول والثاني هذا اليوم الاول والثاني سي دي جور تري امبورطون وين فيهم تصرى لا ديتوكس يعني واش معناتها اليومين الاولين اللي هما نطهروا الجسم تاعنا من السموم كامل اللي كاينين لداخل دونك دو بريفيرونس من اليوم الاول والدوزيام باش نلقاو بلوس دو ريزولتا باش نلقاو نتيجه افضل من الافضل انه ما ناكلو والو يعني ما راح ناكلو حتى حاجه ناخذوا برك بعين الاعتبار الناس اللي عندهم بروبليم باغ اكزومبل في السكر الناس اللي عندهم داء السكري لي ديابيتيك ناخذوهم بعين الاعتبار وين يكونوا عندهم دي غوبا إيكيليبغي يعني الناس هادو لي ديابيتيك نقدروا ننصحوهم انهم ياكلوا اون سالاد مع شويه لي زيسكالوب ولا يقدروا ياكلوا التفاح حيتو بارابور الناس العاديين اللي يقول لك انا حكمني الجوع ما قدرتش ناكل ودخت وهكذا عرفوا بلي هادوك كامل لي توكسين هم يخرجوا والدوخه هذيك حاجه عاديه دونك ما عندناوش نخافوا بها ابار لي موالفين فريمون فريمون الماكله يقدروا ياكلوا من حبه حتى زوج حبات تفاح في اليوم هذا لو بروميي جور اي لو دوزيام جور دونك نكملوا ان شاء الله مع بعضنا بارابور لو ثوازيام جور حتى النابيام جو نعاودو نقولو توجور بتي ديجوني اللي هو فطور الصباح ناخدو اللين تاعنا جولي تاع اللين موراها بنص ساعة ناخدو 120 مليلتر تاع لو جو تاع الوفيغا موراها ناخدو لي زيت خلايط اللي هما هادوما اندوس في لو تيكور تاعنا اللي نخلطوه مع 240 مليلتر تاع الماء موراها ناخدو وحدة تيرم اللي هي هادية مور تيرم في الكولاسيون عندنا لو جو عندنا نشربو الماء بزاف الماء يوميا نشربو بزاف الماء باسكو مليح يساعدنا بزاف عمليات الديتوكس عندنا ديجوني اللي هو الفطور نشربو جلول تاع اللين موراها هنا واش كاتبين لنا كاتبين لنا لي زول خلايط نبداو في لا كونسوماسيون تاع لي زول خلايط ومن بعد موراها هنا كاتبين لنا التيرم في الحشا دايرين لنا نشربو دو جلول تاع اللين موراها ناكلو غوبا تاع 600 كالوري غوبا ايكيليبري ب 600 كالوري نعطيكم اسيوس ولا نعطيكم نصيحه دو بريفيرونس نقلبو هذه هنا وهذه نديروها هنا دونك نفطرو ب 600 كالوري و دو بريفيرونس نتعشاو بلي زيت خلايط وعلاش باسكو كنفطرو موراها حنمشو يعني حنديرو لا مارش حنحرقو ميم لي كالوري تاع 600 سعره حراريه مي باغ كونطخ لو كان نتعشاو بها نروحو ديراكتومون نرقدو دونك هادوك لي كالوري ما راحش يتحرقونا دونك دو بريفيرونس نقلبو هادي هنا وهادي نديروها هنا باش نلقاو دي ريزولتا
خير. شاك ابخي شاك بروغرام ولا يوميا يوميا نقدروا نديروا سبور بين 30 حتى لساعه تاع سبور. يا لو كان لا مارش غابيد هذه راهي حاجه اوبليغاتوار بارابور لي روبا تاع لي 600 كالوري. نروحوا هنا نصيبوا حاطين وجبات تاع 500 الى 600 سعره حراريه، باغ اكزومبل الرز بالدجاج، طاجين الزيتون، تشكتوكا وشطيط سردين. نلقاو اوسي في هذا الكتيب بزاف حاجات اللي يساعدونا، باغ اكزومبل لي ليغوم لي فخبي اوتوريزي في لو بروغرام هذا باش نقدروا نكونسوميوه ولا باش نقدروا نلقاو دي ريزولتا انكرويابل. ان شاء الله نكون فيت كومبارابور هاد لا فيديو صغيره بارابور لا كونسوماسيون تاع لو باك ديتوكس ولا لو باك سي 9 هكذا باش الانسان ما يغلطش وباش يصيب دي ريزولتا ملاح. ميرسي بوكو.